السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة كويزين سميرة ديزات. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض خبز التورتيلا على شكل فطائر في المقلاة. راح يكونوا فطائر صيفية بقرمشة رهيبة كما راكم تسمعوا فيها، راح تفرحي بها كامل افراد العائلة الكبار قبل الصغار. اذا بدون اطالة نخليكم تكتشفوا المقادير والوصفة، فرجة ممتعة للفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. هنا في الوعاء ديالي عندي 500 غرام فارينة او طحين ابيض، 500 غرام ما يعادل بالكاس هذا اللي كيلو به تاع 220 مللتر، خذت لي تقريبا 4 كيسان. نحط عليهم ملعقة كبيرة تاع حليب غبرة بودرة، اللي ما عندهاش هذا الحليب تاع الغبرة تعوض الكمية تاع الماء اللي حنجمعوا بها العجين تعوضها بالحليب. نزيد عليهم ملعقة صغيرة ما تكونش معمرة مليح تاع خميرة الحلويات. نزيد عليهم تقريبا مغرفه صغيره تاع الملح او الملح راح يكون على حسب الذوق. نخلط هذه المواد الجافه حتى تندمج مع بعضها البعض خلط خفيف. نزيد عليهم تقريبا ربع كاس تاع الزيت. نبسس هنا العجينه ديالي، نخلط هكذا غير بالاصابع برك، ونضم العجينه ديالي بكميه من الماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ما تكونش طرية بزاف وما تكونش يابسة بزاف. كما قلت لي ما عندهاش حليب غبرة، هذا الماء اللي رانا نطمو به تعوضوا بالحليب. هذه هي البنات العجينة اللي نتحصلوا عليها، كما قلت لكم عجينة تكون طرية رطبة وفي نفس الوقت ما تكونش جارية بزاف وما تكونش متماسكة بزاف، هذا هو القوام ديالها. الآن نحطها فوق مكان العمل ديالي، نعجنها شوية باش تندمج مليح مليح هذوك المكونات لحوالي دقيقة برك. فوالا البنات، بعد ما عجنتها هكذاك لحوالي دقيقة قسما اندمجت كامل المكونات، نعاود نرجعها للوعاء ديالها، نغطيها بفيلم غذائي ونخليها ترتاح لحوالي ربع ساعة. العجينة ديالي بعد ما ترتاح حوالي هكذاك ربع ساعة نولي ليها ونشكلها هكذا على شكل حربوش ونقطعها الى قطع. نتوما ما تحبوا الحجم تاع الخبز ديالكم. تحبوا توزنوهم البنات تقدروا توزنوهم، انا وزنتهم تقريبا طاحوا لي في كل وحده 105 غرامات. راح نعمل 8 قطع ولا 8 خبزات من هذا الخبز هذا تاع التورتيلا. نكورهم هكذا بهذا الشكل مليح مليح، سواء هكذا بهذه الطريقه هذه حتى نتحصلوا على دي بول هكذا، ولا تشكلوهم في يدكم هكذا تغلقوا عليهم، تجيبوا كلش هكذا للوسط تغلقوا تغلقوا هكذا بهذا الشكل هذا ثاني. فوالا، بعد ما كملت شكلتهم نجيبوا صحن ولا صينية نرشوها بشوية تاع الفرينة ونحطوا الكريات في الصحن، نزيد نرش عليهم من الفوق شوية تاع الفرينة نغطيهم بكيس بلاستيكي ولا بالفيلم أليمونتير ونخليهم يزيدوا يرتاحوا حوالي ربع ساعة. بعد ما ترتاح العجينة ديالي يعني تقريبا هكذاك جوز واحد ربع ساعة إلى 20 دقيقة، نرش مكان العمل بالفرينة ونفتحوا العجينة ديالنا على شكل دائري. نحلوها هكذا دائرية بهذا الشكل وتكون رقيقة كما راكم تشوفوها، وليك السمك ديالها تكون رقيقة بزاف. الأخوات اللي ما يعرفوش يحلوها هكذا مدورة، حلي العجين ديالك معليش بطريقة عشوائية ومن بعد جيبي طبسي ولا عندك أن سيغسو هذوك تاع الحديد ولا حطيه فوق العجينة ديالك وقطعي بالموس دائرة، راهي رايحة تجيك دائرية وتجي مسكمة هايلة.
الان نفض العجينه ديالي من كامل هذيك الفرينه الزائده هذيك هكذا، ونروحوا نطيبوا الخبز ديالنا. كما تقدروا ثاني البنات تحلوهم كامل على ضربه، ومن بعد طيبوا بالوحده، تصفوهم هكذا في قطعه قماش وتغطيو عليهم، ومن بعد تبداو طيبوا برك وحده مور وحده. هنا راني درت الكريبيير تاعي تسخن على نار، ما تكون قويه بزاف ما تكون ناقصه بزاف. نحط العجينه ديالي هكذا مره على مره نحركها. الخبز هذا على بالكم ما لازمش يتحمر، يطيبك شغل بيض هكذاك. غير نشوفها بدات دير فقاعات، نقلبها على الجهه الاخرى، نزيد نقلبها مره واحده اخرى، مره مره نقلبوها حتى تبدا تنفخ معنا. شوفوا يبدا تتنفخ، دائما نحركوها ونحاولوا ما نتقبوش العجينه ديالنا، باسكو الا كانت قبناها ماهيش رايحه تطلع. فوالا هاي ليك، هاي النتيجه راهي هنا امامكم. بعد حتى نقلبوها على الجهه الاخرى ثاني غير بالعقل برك، باش تزيد تنفخ مليح مليح، ونحركوها مره على مره. يعني الخبز هذا حتى ولا ما تنفخ لكمش معليش، المهم تخليوه طري. فوالا بعد ما طيب الخبزه ديالي نفدها هكذا ونحطها داخل قطعه قماش هنا هكذا بهذا الشكل هذا، نغطيهم. من الاحسن نزيدو نغطوا هاد القطعه القماش هذه هكذا بكيس بلاستيكي هكذا باش الخبز ديالنا يبقى طري. كمل نطيبهم بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الخبز اللي عندي. خبز التورتيلا هاوليك هنا امامكم بعد ما كملت طيبتهم كامل. هاوليك يعني شوفوا كيفاش يجي، يجي هايل يعني احسن من تاع المحلات، يعني ما كاش كيما حاجه نحضروها في الدار، يجي طري يجي ما شاء الله. وتقدري ديري كميه كبيره منه يعني تضاعفي المقادير وتحتفظي به حتى في المجمد نهار تحبي ديري ساندويتشات، راكي رايحه تلقايه واجد. والان نقترح عليكم الحشو لهذا الخبز هذا. انا هنا كانت عندي كميه صغيره من صدر الدجاج، يعني ما وصلتش نص صدر الدجاج، لذلك يعني الحشو هذا ما راحش يكون عباره على شاورما، ولكن راح يكون عباره على فاهيتا الدجاج. هنا الدجاج هذا ديالي اللي كان عندي قطعته الى قطع، دوزنتو كيما ندوزنو الشاورما، تبلته كامل لك وتعرفوا يعني التتبيله العاديه تاع الشاورما. ومن بعد قريت هذا الدجاج هو الاولاني، نحيته تكوتي وفي نفس الزيت هذيك حطيت واحد زوج حبات بصل هكذاك متوسطين في الحجم، نقليهم شويه مع شويه تاع الملح حتى يدبالوا. اون فوا يدبالوا نرمي عليهم الفلفل الحلو، سواء هكذا خليط بين الاحمر والاخضر، اللي عندها الوان دير الوان، ولا استعملي فقط الاخضر. زدت سكرفشت عليهم عفوا سنه تاع الثوم، ونحطوا التوابل يعني تبقى التوابل اختياريه، ونبقى ندبل فيهم هكذا حتى يدبالوا مليح مليح. انا سلت لهم في الاخر العكري ومغرفه صغيره تاع الطماطم المصبره باش يعني يجي لاصوص تاعهم عاقده وتجي حمراء. ومن بعد ما طاب هذاك الفلفل الحلو هذاك البصل، نعاود نرجع هذوك صدر الدجاج معاهم ونخليهم يتقلاو كامل مع بعض لحوالي دقيقه باش يعني تندمج كل المكونات مع بعضهم البعض. والان نقترح عليكم طريقتين لتقديم هذا الخبز هذا. الطريقه الاولى هي الطريقه المعروفه العاديه ولا الكلاسيكيه، تعملوه على شكل تاكوس، يعني تحشيو الخبز التورتيلا ديالكم بشاورما ولا فاهيتا الدجاج، تزيدوا جبن، تزيدوا بطاطا مقليه، تزيدوا مايونيز، يعني اي صلصه تحبوها، وتبريسيوهم عادي في البانينوز ديالكم. ولا الطريقه الثانيه هذه اللي انا صراحه عجبتني بزاف بزاف، لانها تجي هايله وكما نقولوا زاكيه وتشبع، انا شخصيا عجبتني بزاف وعندها قرمشه هايله. ناخذ خبز ديالنا نحطه من الفوق
طبقة من الجبن المبشور، أي جبن تحبوه. أنا استعملت شيدر، نفرشوه كامل هذاك الجبن من الفوق، ومن بعد نحطه من الفوق الحشو، سواء كيما عملت أنا فاهيتا الدجاج ولا شاورما، بطاطا مقلية، تقدروا تزيدوا زيتون، تزيدوا مايونيز، ومن بعد في الآخر كامل نزيدوا نكملوا هكذا بطبقة واحدة أخرى من الجبن المبشور. تقدروا تزيدوا كامونبير، جبن أبيض، كيما قلت لكم الحشو يبقى اختياري. ونغلق عليه هكذا من الفوق، نضغط مليح، ومن بعد ناخذ مقلاه نحط فيها شويه زيت، غير فابرك تاع الزيت، ونزيد هكذا قطعه من الزبده ولا لا مارغرين، ونخليهم حتى يذوبوا هكذا. كي تسخن الزبده هذيك وتذوب، نرمي هذيك الفطيره بهذا الشكل هذا، نضغط شويه هذاك الجبن، اون فوا برك يشم السخانه هذيك راح يبدا يذوب، راح يخلي هذا يعني الخبز تاع الشاورما يلصق مع الحشو. نبقاو نحركو فيه حتى ياخذ هذاك اللون الذهبي الشباب هذا اللي راكو تشوفوا فيه. بعدها نقلبها باش تزيد تحمر على الجهه الاخرى، ومره مره بنفس الطريقه نحركها حتى تتحمر مليح مليح. بعد ما تتحمر الفطيره ديالي من الجهتين، هاي اللي كنا نحطها في طبق التقديم. شوفوا كيفاش جات شهي محمره كيما يحب الخاطر. راح نقسمها لكم وتسمعوا القرمشه الرهيبه ديالها، يعني تجي ما شاء الله محمره مقرمشه. صدقوني يحبوها كامل افراد العائله، وهذه الطريقه توالم بزاف الاخوات اللي ما عندهمش اله تاع البانينوز هذيك. راح تقدموا الخبز ديالكم على هذه الطريقه، ومنها كذلك باش نغيروا شويه على هذوك الساندويتشات تاع التاكوس. وهذا هو الشكل ديالهم، كما قلت لكم يجوا بزاف بنان ويجوا مقرمشين، يجوا هايلين. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم كالعاده. اذا كان عجبكم ما تنسونيش بجيم، شجعوني بتعليق، والسلام عليكم.